خد الكارت اللي بعده. اوكي. رأيك ايه في موضوع كهربا ومن يتحمل الغرامة؟ هو حلو. ولا الاهلي؟ حلو السؤال. علشان انا مش بحب افتي بصراحة. انا مش لام الموضوع قوي. مش لام الموضوع قوي. والموضوع في حاجات كتير قوي، في دهاليز كتيرة. انا مش فاهمها بصراحة. كهربا عليه غرامة كبيرة. انا عارف انه عليه غرامة كبيرة. وعلى هي على كهربا وعلى النادي البرتغالي كان بيلعب فيه، مش على النادي الاهلي. أوكي. بس عشان يرجع كهربا يلعب مع النادي الاهلي لازم الغرامه دي تتسدد. هل بقى الاهلي يشارك كهربا في الغرامه؟ عموما انا ما شفتش الاهلي تخلى عن حد قبل كده. اتخلى عن حد يعني على الاقل في الفترات الحديثه اللي انا عشتها يعني. فاكيد لو الاهلي ممكن يساعده هيساعده. هيساعده. بس كهربا لازم يساعد نفسه كمان. يعني ايه؟ يعني كهربا لازم يساعد نفسه شويه يعني. يعني لازم يستغل الفرص اللي بتجيله. لازم ينضج اكتر من كده بكتير.